يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله بنطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله كيف تقرمشها ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراده لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت ورجليها هذه رجليها هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا بسم الله رهيب ما شاء الله ده حي شوف كيف من البنزين على 50 من يلا 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 البيت الان شوف وشوله ها شوف في الجراد على 50 يلا شيله ها في الجراد لا 50 انا بعي 70 واعطيه الحين 50 والله انا بعي 50 ايه احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس